أعزائنا، تقريرنا القادم عن الطالب المبتعث عبد الله الشمري الذي ابتعث إلى إسبانيا وتحديدا في مدريد وفي جامعة سانت لويس حيث يدرس الاقتصاد. الطالب المبتعث عبد الله الشمري يهوى التصوير الفوتوغرافي. دعونا نتابع هذا التقرير عن الطالب عبد الله الشمري ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم، أنا عبد الله حابس الشمري، طالب مبتعث في مملكة إسبانيا في مدريد، أدرس في الجامعة الأمريكية. صار لي هنا ما يقارب 5 سنوات من نهاية 2010. أدرس انترناشنال بزنس. برنامجي كالعادة يبدأ من الساعة 9 تقريبا، أصحى الساعة 9 8:30 تقريبا، ينتهي دوامي ماكسيموم إلى الساعة 5، لكن في هذه الفترة فترة توقف يعني عشان الامتحانات. إسبانيا بلد، أول حاجة مملكة إسبانيا بلد ثقافي منفتح كثير، الشعب فيه متفهم الباقي الأديان. يعني من تجارب نخوضها، يعني مثلا في كلاسات في الجامعة، الحين وصلت الجامعة، المسافة بين الجامعة والبيت تقريبا 5 دقائق. مع المدريد مزودة في شبكة مترو وباصات، لكن ما أحتاجها، الجامعة يعني 5 دقائق إلى 6 دقائق مشي، فما أحتاجها. المواد اللي أخذها في الانترناشنال بزنس هي معتمدة على الماث وعلى أكاونتينج وعلى الستاتستيك وبرضو على الإكسل، يعني في مواد إجباري نأخذ فيها الإكسل. أخذت التخصص هذا لأنه مستقبله كبير، خصوصا بعد مدينة الملك عبدالله المالية هتكون في فرص وظيفية كثير. جامعة سانت لويس من أفضل الجامعات في العالم أصلاً، تقريباً ترتيبها 100 في الانترناشنال بزنس. توفرنا الجامعة أشياء كثير، أبسط الأشياء اللي هو إيميل لكل طالب عشان يتواصلون معك، اللاب مثل ما أنتم شايفين، كل واحد عنده يوزر خاص فيه، موفرين المكتبة، برضو موفرين حاجات اسمها اللي هو السكولرشيب، اللي هو انه تقدر تشتغل في الجامعه، واذا كنت دارس على حسابك الخاص تقدر تشتغل في الجامعه ويخصمون من الرسوم. يعني انا احرص دائما ازور المكتبه يعني تقريبا يوميا. سياسة الابتعاث المستفيد الأول منها هو الطالب، تغير بالفكر، تغير بالتعامل، تثقيف أكثر بغض النظر عن الدراسة، مخالطة مجتمعات أكثر، أديان أخرى،
لغات أكثر. فالمستفيد الأول هو الطالب. الشباب هم الثروة للمملكة العربية السعودية، لأنهم ينقلون التطور الخارجي للمملكة العربية السعودية، هذا حيساعد في النهضة وحيساعد المملكة العربية السعودية أن تكون من أرقى الدول بإذن الله. باقي لي سنة إن شاء الله وأتخرج بكالوريوس. من أفضل تقريبا هذه المرحلة من أفضل مراحل عمري، تجربة أتوقع مستحيل حنساها. تجربة علمتني كثير، صحيح غربة صحيح تعب، لكن استفدنا كثير والحمد لله. أولا أحب أشكر في المقام الأول والدي ووالدتي، عسى الله يطول في أعمارهم إن شاء الله. أحب أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وإحنا مثل ما قال والدنا الله يرحمه الملك عبد الله بن عبد العزيز، إحنا هدية للمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله ما نخيب ظننا يا رب، وإن شاء الله نساعد المملكة عشان تكون متطورة أكثر. وأخيرا أحب أشكركم جميعا.